وما أجمل أن نبدأ حلقتنا وهذه المناسبة السعيدة أول محرم أجمل وأطيب الكلام. حكمتنا لنهار اليوم مش تقول؟ يلا نشوفوا مع بعض. لابد أحيانا من لزوم الصمت اللي يسمعنا الآخرين، فالصمت هو فن عظيم من فنون الكلام، فهو أسلوب أو ردة فعل يقوم بها أي إنسان عند تعرضه لموقف يفوق يعني سراء نقول قدراته على التعبير. فقط يقول لك الصمت هو يعني وسيلة نستعملها، وسيلة من ذهب يستعملها الأشخاص كرد لردة فعل غير مرضية كانت إيجابية أو سلبية. ومن أشهر حكم وأقوال عن الصمت هذه يقول لك إذا كان الكلام من فضة فالسكوت أكيد من ذهب.